أهلا بكم إلى النشرة المسائية من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. الحوار عنوان لامع للأسبوع الطالع، فيما الأمال أكبر من حيثيات الواقع. الاثنين جلسة جديدة للحوار بين حزب الله والمستقبل، والثلاثاء والأربعاء والخميس مواعيد ثلاثة مضروبة لجلسات الحوار الوطني في الطبقة الثالثة من مبنى مجلس النواب، وهدفها إخراج لبنان من دائرة المراوحة السلبية على أمل إيجاد مخارج تساهم في إعادة انتظام الحياة وعمل المؤسسات، بدءا بانتخاب رئيس لجمهورية لبنان الذي يفتقد رئيسه منذ 500 يوم. وإذا كان لطاولة الحوار ارتباط بعقد جلسات لمجلس الوزراء وكذلك بملفات أخرى، فأن مجمل الملفات يضغط على السياسيين من أجل البحث عن خطط صالحة للتطبيق لحل المشكلات، ولا سيما منها النفايات والكهرباء وقضية العسكريين المخطوفين. فظهر اليوم تحرك أهالي العسكريين الذين وجدوا أن التحرك ضروري لوضع الملف على الطاولة من جديد، وناشد الجميع المشاركة معهم في المطالبة بإطلاق أبنائهم. أما أبرز تطور في المنطقة حيث تستمر الأوضاع الدموية في سوريا واليمن وليبيا، فيتمثل باجتماع لنتنياهو مع أجهزته الأمنية تمهيدا للعدوان على الضفة الغربية. نبدأ التفاصيل من تحرك أهالي العسكريين. بعدما لم يبصر ملفهم النور واستمر الغياب القسري لأبنائهم، نفذ أهالي العسكريين المخطوفين تحركات مهددين بخطوات تصعيدية لاحقة لحث المعنيين على إنهاء الملف والعمل على عودة أبنائهم إلى الديار. أهالي العسكريين قطعوا الطريق عند شارع المصارف في وسط بيروت بالعوائق الحديدية لبعض الوقت كخطوة أولى، مطالبين بتزويدهم بآخر التطورات التي طرأت على ملف أبنائهم. 25 مخطوف سنة وثلاثة أشهر، محلة يا جماعة، محلة يا مسؤولين، قاعدين هلأ للزبالة ما قدرتوا تحلوها وانا ضيت أولادنا. 25 شاب مشلوح بالجبال بالجرود، هاد يعتبروهم بديش لكم مثل أولادكم، ولا حلكم يا ريت أولادكم مش أولادنا. وينكم من ملف العسكريين؟ نحن ناشدنا ودعينا، وينكم ما وقفتوا إذا كنتوا عم تطالبوا بمطالب حق على الشعب اللبناني؟ فالمطلب المحق الوحيد هو أرواح 25 عسكري ضحوا بأرواحهم كرمالكم أنتوا. من وسط بيروت إلى طريق المطار انتقل الأهالي لاستكمال الخطوة التحذيرية الأولى، فعمدوا إلى قطع الطريق عند مفرق الكوكودي بالإطارات المشتعلة على المسلكين لبعض الوقت كذلك، مرددين المطالب ذاتها. وقد أثار الأمر تذمر المواطنين الذين اضطروا لأن يقطعوا مسافة مشيا على الأقدام مع تفهم البعض لقضيتهم. وفي السياق، اعتبر الأمين العام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان السفير علي عقيل خليل أن من حق أهالي العسكريين رفع الصوت عاليا وقطع الطرقات بعد مرور سنة وشهرين على خطف أولادهم، مشيرا إلى أن الدولة مقصرة في هذا الموضوع. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب يتهم المتضررين من أي اتفاق بين الرئيس سعد الحريري والعماد عون بعرقلة مسألة الترقيات العسكرية، مستبعدا أن يطيح حزب الله والتيار الوطني الحر الحكومة. مع تراجع فرص تسوية الترقيات العسكرية وتصاعد الحملات الكلامية التي ذهبت إلى حد التهويل بانهيار الحكومة، هل ستصيب شظايا هذا التهويل طاولة الحوار الوطني التي تعاود الثلاثاء بثلاثية من الأيام؟ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب شدد على أهمية استمرار الحوار، موضحا أن قرار مشاركة العماد عون من عدمه يتحدد في الساعات القليلة المقبلة. من واجباتنا نحافظ قد ما فينا على الحوار الوطني. القرار بالمشاركة بالحوار الوطني أو عدم المشاركة رح يتخذ لحديت نهار الاثنين عشية ما الثلاثة عبكرة. سلهب أعرب عن أسفه لتراجع فرص التسوية بعد دخول بعض المتضررين على الخط. كان في توافق بين خاصة الشيخ سعد الحريري وبقية الفرقاء، وفي بعض المتضررين شافوا أنه ما لازم تصير هذه القصة، دخلوا على الخط وبعتقد نجحوا بتغليب الرأي السلبي على الموضوع. المتضررين هن دايما عم بيدخلوا على الخط بهالموضوع، وخاصة وقت بيصير في توافق بين العماد عون والشيخ سعد الحريري، عم بلاحظ انه في بعض المتضررين بالمستقبل وبغير المستقبل اللي عم بيجربوا انه ما يصير فيها التقارب، مع انه بنظري انا كل تقارب وين ما كان مع مين ما كان بالبلد داخليا
مهم كتير تنخفف الضربات والسلبيات اللي ممكن ترتد علينا. واستبعد سلهب أن يطيح حزب الله والتيار الوطني الحر الحكومة، ورأى أن ما نشهده اليوم مجرد تصعيد في السياسة. ما بحصد أنا الرئيس سلام لا داخليا ولا خارجيا الموقع اللي قاعد فيه. أنا بعتقد أنه في مجال للمعارضة للحكومة، إيه، بس ما في مجال لاستقالات من الحكومة و بس بدون أيام الأخيرة على لسان الشيخ معين. ما عنده مصلحة، إذا حكي سياسي أنا بعتقد ما عنده مصلحة بتطير الحكومة. التيار الكهربائي إلى مزيد من التردي والارتفاع منسوب السجالات، أما القوانين التي أقرت لتحسينه فتبقى حبرا على ورق، هل من حل؟ ونحن ننظر إلى مشهدية ألمانيا تحتفل بمرور 30 عاما من دون انقطاع للكهرباء ولو لدقيقة واحدة، ينتابنا حال من الحسد واليأس معا. طبعا طموحاتنا لن ترتقي إلى هذا المستوى، ولكن على الأقل خفض ساعات التقنين في بلد يكلف فيه قطاع الكهرباء الخزينة مليارات الدولارات. ألمانيا معظم الكهرباء تبعها عم بيكون طاقة بديلة، يعني شمس ورياح والى اخره. طيب هلا حط الطاقه البديله على جنب مع انها مهمه وانا برايي لازم تنعطى دورها. لو احترم القانون 462 وتالفت هيئه ناظمه وانتركت هي تشتغل بموضوع الكهرباء كنا بالف خير. رجعوا اجونا بسنه 2010 2011 انه جبران باسيل بده 1200 مليون دولار ليامن الكهرباء 24 ساعه. طيب بعد جدل طويل عريض عملنا القانون 181 اللي صدر من 4 سنين تماما بتشرين 2011، اوكي، واللي حدد خريطة الطريق لتأمين الكهرباء بما فيها انتاج 700 ميجا وات إضافية، تحسين الشبكة وسوى ذلك. ولكن اشترط 3-4 شغلات. اشترط اولا تعيين مجلس إدارة كهرباء خلال شهرين، اشترط تعيين هيئة ناظمة خلال 3 أشهر، اشترط انه المبالغ هيدي تصير يعني تنجاب من الصناديق المانحة. فالقصة بالأساس قصة أخلاق. الكهرباء منا سحر، علوم الطاقة موجودة عند كل العالم، بدك أخلاق لتنفيذ هذه المشاريع. انهيار للقطاع وقوانين لا تنفذ وتبادل للاتهامات والنتيجة واحدة، عتمة وخسائر. هذا كله كذب، فعلا كذب. وين تيار المستقبل؟ حدا يقول لي وين تيار المستقبل؟ عرق الخطط جبران باسيل. أعوذ بالله، ليش جبران باسيل عنده خطط يلي هي علمية وقابلة للتطبيق؟ عنده خطط للتلزيم، بده يلزم بلزم 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 بلزم، بعدين شو بيصير؟ ما فرق معه. ما في حل لأزمة الكهرباء غير ما تنشال وزارة الطاقة من نفوذ التيار الوطني الحر. مع الأسف هذا الوزير الحالي آدمي، أنا قلت عنه آدمي، بس مش هو اللي مشى الوزارة. اللي مشى الوزارة 40 مستشار معينهم الوزير السابق. لجنة الأشغال والطاقة في آخر اجتماع لها تحدثت عن فساد وهدر، فماذا يقترح رئيسها لإصلاح القطاع؟ احترام القوانين. في قوانين عملها مجلس النواب 462 181 و288، فليحترم من يتولى وزارة الطاقة القوانين اللبنانية. بتجي الكهرباء ليش ما بتجي؟ شو هي عجيبة؟ شو هي طاقة ذرية؟ بتجي الكهرباء. في حدا بده يستفرد؟ بده يستفرد لوحده بإنفاق مليارات الدولارات. هذه بكل بساطة. تأليف الهيئة الناظمة وتطبيق القوانين وإشراك القطاع الخاص أبرز التوصيات. النائب نعمت الله أبي نصر رأى أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمات الداخلية، مشددا على وجوب وضع حد للنزوح السوري الذي بات يهدد المجتمع اللبناني. الحوار ضروري والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان. الكلام للنائب نعمت الله أبي نصر الذي رأى أنه بغياب المجلس النيابي الشعب هو الذي يقوم بمهمة المساءلة عبر الحراك في الشارع. لازم نجتمع ولازم نلاقي حلول من خلال الحوار. لازم نكفي الحوار مهما تعددت جلساته وطالت، لأن لا سبيل للتفاهم بين اللبنانيين غير الحوار.
وكل شيء بيجي مؤلب من الخارج، الخارج بده يكون له حصة. ما في حل آخر، ما في حل آخر مهما تكررت الجلسات. يعني بغياب المجلس النيابي، بغياب الرئابة والمساءلة والمحاسبة من قبل المجلس، الشعب عم بيقوم بهالمهمة. نحن معه شرط أن لا تتحول هذه المظاهرات إلى شغب. وأمام واقع النزوح السوري الذي يتخذ اتجاها تصاعديا دون أي قيود أو اعتبارات، أبدأ بالنصر تخوفه داعيا إلى إنشاء منطقة آمنة لذلك مع ضرورة مراقبة الحدود. أنا بخاف أنه إضافة مليون نازح سوري للوجود الفلسطيني اللي هو نص مليون، يعني زيادة عن قدرة لبنان بالاستيعاب، بخاف يكونوا فوتون تيبقوا لاعتبارات سياسية ويمكن مذهبية. بدنا نفهم مرة مشان كل مرة أنه بلبنان كل ما استقر شخص أجنبي أو عائلة أجنبية بالمقابل في لبناني أو عائلة لبنانية عم يعني بتهاجر. هاي قدرة البلد على الاستيعاب محدودة. مفترض يتأمن لهم برقابة دولية منطقة آمنة بسوريا ويرجعوا على بلدهم. وإلى آفة المخدرات دعا أبي النصر لإعطاء محاربتها الأولوية. إذن أزمات وأزمات تتربص بلبنان، فهي وإن تم إيجاد الحلول لها إلا أنها قد تترك نتائج سلبية على المدى البعيد نتيجة تراكمها وانعكاسها سلبا على المجتمع اللبناني الذي بات يعاني الخلل في تركيبته جراء تحمله ما يفوق قدرته. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح بعد لقائه تجمعات أهلية وفعاليات بلدية واختيارية في مكتبه في مرج عيون أهمية استكمال الحوار بين المكونات الوطنية لإخراج لبنان من دائرة المراوحة السلبية للأزمة السياسية وإيجاد المخارج التي تساهم في العودة إلى انتظام الحياة السياسية وضخ الروح في المؤسسات الدستورية وإنهاء النهج التعطيلي وإعادة تفعيل هذه المؤسسات لتكون منتجة وفاعلة بعد أن أصاب الشلل وتعطيل مصلحة الدولة ومصالح اللبنانيين. وأشار قاسم هاشم إلى وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز مع الذي يجري في المنطقة وغياب لبنان عن الاهتمامات الأقليمية والدولية أن يستمر الواقع على سلبياته رهانا على دور خارجي لهذه الدولة أو تلك، بل الحري بنا أن نستمر أو أن نستثمر على بعض الإيجابيات من حولنا لنفتش عن مساحة للتوافق والتفاهم حول القضايا الخلافية، وطاولة الحوار هي المكان الملائم للبحث في كل النقاط الخلافية، لأن الحوار في هذا المناخ مصلحة جامعة وليس مصلحة فئوية أو حزبية أو مناطقية، وأكثر من ضرورة وطنية في ظل الأجواء الملبدة التي تمر بها المنطقة. وقال نأمل أن تستثمر أو أن تستمر المساعي التي انطلقت منذ فترة للوصول إلى التسوية التي جرى البحث في بنودها، وإذا كان ذلك مفتاح الحل لعمل المؤسسات من أجل معالجة الكثير من الأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتي تقض مضاجع اللبنانيين بكل قطاعاتهم وفئاتهم، فلا يجوز أن تبقى أوجاع الناس وقضاياهم رهينة مزاجية سياسية ورغبة أهواء طائفية ومذهبية وحزبية، وأن الأوان للتفكير جديا للبدء بخطوات حقيقية لتطوير النظام السياسي والدخول إلى نظام تطمئن إليه الأجيال القادمة، وهذا لا يكون إلا باعتماد نظام انتخابي عصري متطور. تدشين النصب التذكاري للأديب فؤاد سليمان في الكورة، وزير الأعلام رمزي جريج يلفت إلى الفساد المنتشر في دهاليز السياسة، فيما وزير الثقافة روني عريجي يشير إلى أن الشعب ضحية المماحكات. دشنت بلدية فيع الكورة ولجنة تكريم فؤاد سليمان نصبا تذكاريا للأديب سليمان في حضور وزير الأعلام رمزي جريج ووزير الثقافة روني عريجي وعدد من النواب والشخصيات. الوزير جريج لفت إلى أن مقالات سليمان كانت بعيدة في أسلوبها ومضمونها عما نقرأه في كثير من صحف اليوم من كتابات مبتذلة تهدم ولا تبني، تفرق ولا تجمع. ولا أخفي عليكم مدى تأثري في هذه المناسبة التي تعيد إلى ذاكرتي أيام الصبا حين كنا نشتم رائحة العطر فواحا في أدب فؤاد سليمان مقارنة بهذه الأيام البائسة
التي نشتم فيها سموم النفايات ورائحة الفساد المنتشر في دهاليز السياسة وأقبية بعض السياسيين. الوزير عريجي لفت بدوره إلى فكر الأديب سليمان الذي كتب عن أوجاع شعبه والظلم والقهر، مشيرا إلى ما يعانيه شعبنا اليوم. كتب تموزا: عندما أمشي في طريقي إلى هموم الحياة أجر رجلي على أسفلت المدينة المحموم وراء القرش والرغيف. ماذا نقول لأولادنا وأحفادنا عن لبنان إذا سئلنا؟ ماذا فعلنا له وبه؟ مزرعة جعلناه غابة، ونقول شعبنا اليوم ضحية المماحكات والكمائن السياسية العقيمة، ولبنان يستغيث بين تأنيب كبار الماضي وإنجازاتهم وأسئلة جيل الزمن الآتي. وكانت كلمة لرئيس بلدية فيا يعقوب عبود، ثم ألقى الممثل جهاد الأندري مقاطع شعرية للأديب سليمان. وأقسم ما أرى في الظن أطيب من لبنان بلدا، وما أنسى أن ملائكة الله احتفال تكريمي للقاضي حاتم ماضي، وسفيرة إسبانيا تقلده الوسام الذي منحه إياه ملك إسبانيا فيليب السادس. بعدما منح ملك إسبانيا فيليب السادس القاضي حاتم ماضي وسام الاستحقاق الإسباني برتبة كوماندور، أقامت السفيرة الإسبانية في لبنان ميلاغروس إرناندو احتفالا خاصا حضره كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والقضائية والعدلية والإعلامية والعسكرية والنقابية. قلدت فيه الوسام للقاضي حاتم ماضي في حضور الوزير عبد المطلب حناوي الذي مثل الرئيس ميشيل سليمان ضمن الشخصيات الحاضرة. السفيرة الإسبانية شرحت المغزى من منح الوسام الإسباني للقاضي ماضي، خصوصا لما يتحلى به ويتميز به على المستويات العدلية والقضائية والمؤسساتية. القاضي حاتم ماضي ألقى كلمتين بالفرنسية والعربية حملتا الشكر للملك الإسباني والسفيرة الإسبانية والدولة الإسبانية. شرف لي ومدعاة فخر أن يزين صدري لورد ميري سيفيل لرتبة كوماندور الذي منحني إياه جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ملبيا بذلك اقتراح السفارة الإسبانية في لبنان. خسرت الساحة الثقافية والفنية اللبنانية الفنان والمؤلف المسرحي والناقد الموهوب غازي أهواجي الذي توفي بعد صراع مع المرض، وقد شيع اليوم في مدينة الصور بحضور ممثل الرئيس بري رئيس الحركة الثقافية بلال شرارة والنائب هي الحريري وحشد من الشخصيات وتاريخ الراحل حافل بالعطاءات والإبداعات. ولقد رافق الأخوين الرحباني عاصي ومنصور وضع تصاميم العديد من مسرحيات وله مساهمات في مهرجانات عدة، كما كان عضوا مؤسسا للحركة الثقافية في لبنان وهو مؤلف برنامج قهوجيات الساخر. والمزيد من الأخبار بعد الفاصل. المواجهات في الأراضي المحتلة مستمرة وعشرات الإصابات في الخليل ورام الله. وسائل إعلام إسرائيلية تزعم أن جنديا إسرائيليا جرح عندما ألقى شاب فلسطيني قنبلة على موقع للاحتلال شمال بيت لحم. مصدر قريب من نتنياهو يفيد أن القوات الإسرائيلية تتحضر لعملية واسعة في الضفة الغربية. منعت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية ليومين، وذلك بعد أن شهدت المدينة السبت الفائت هجومين طعنا بالسكاكين نفذهما شابان فلسطينيان وأسفرا عن مقتل مستوطنين اثنين قبل أن تقتل القوات الإسرائيلية المنفذين. الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن القرار اتخذ نظرا لتردي الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن حق دخول البلدة القديمة يقتصر على الإسرائيليين وسكان البلدة وأصحاب الأعمال فيها وطلاب المدارس الكائنة فيها إلى جانب السياح الأجانب. من جهتها كانت القوى السياسية الفلسطينية في المدينة أعلنت إضرابا شاملا حدادا على أرواح منفذي هجمات الطعن، ودعت في بيان أبناء القدس واللجان الشعبية للتصدي لاقتحامات المسجد الأقصى. في المقابل شن مستوطنون سلسلة هجمات انتقامية ردا على هجومي القدس، حيث اعتدوا على شبان فلسطينيين بالبلدة
قديمة من القدس وأشعلوا النيران في حقول ذراعية وأصابوا أما وابنتها كانتا في مركبة قرب نابلس، كما هجموا منازل في رام الله. سياسيا قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على أمن مواطني إسرائيل، لافتا إلى أن حكومته تظهر الفشل في علاج الأحداث الأمنية، وحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة. تجدر الإشارة إلى أن التوتر في الأراضي الفلسطينية تصاعد عقب الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى وامتداد المواجهات إلى الضفة التي شهدت الخميس هجوما مسلحا أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. المستشارة الألمانية تؤكد الحاجة إلى عملية سياسية في حال فشل الضربات العسكرية في سوريا. الأسد يشيد بالتحالف الروسي الإيراني السوري، والضربات الجوية الروسية المستمرة اليوم تتزامن مع أعلان الأركان الروسية عن مغادرة 600 إرهابي سوريا باتجاه أوروبا. انخراط روسيا في الحرب السورية في الفترة الأخيرة ما زال يحتل صدارة عناوين الأزمة هناك، حيث تعهدت موسكو بتكثيف غاراتها الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقال مسؤول عسكري روسي إن ثمة حالة من الذعر بين مسلحي التنظيم وإن القصف أضعف مسلحيه بدرجة كبيرة، وأضاف إن نحو 600 مرتزق حاولوا الهرب إلى أوروبا. في الغضون أظهر فيديو تداوله ناشطون سوريون تعرض بعض المسعفين في بلدة دوما لغارات قيل إنها روسية في خلال قيامهم بإسعاف مصابين وانتشالهم من تحت الأنقاض. وفي هذا السياق أشار المصدر السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الروسية أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 40 مدنيا وعشرات الجرحى، وقال ناشطون إن المقاتلات الروسية استهدفت مواقع مدنية وأخرى تابعة للمعارضة. وفي وقت يتهم الغرب روسيا باستهداف مواقع للمعارضة لا علاقة لها بتنظيم داعش مقابل نفي موسكو لذلك، برز موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السياسة، والتي رأت أن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا لكنها لن تضع نهاية للحرب هناك، مشددة على ضرورة إشراك الأسد في المحادثات. وأضافت ميركل للتوصل إلى حل سياسي نحتاج إلى كل من ممثلي المعارضة السورية ومن يحكمون حاليا في دمشق وآخرين أيضا من أجل تحقيق نجاحات حقيقية، ثم والأهم من ذلك إلى حلفاء كل مجموعة. وتابعت يمكن لروسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران أن تطلع بدور مهم إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. توازيا أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن بريطانيا ستزيد بشكل كبير عدد الطائرات بلا طيار التي تستخدمها لقتال التنظيم في العراق وسوريا، مشددا على أن التدخل الروسي في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا يجب أن لا يمنع بريطانيا من المشاركة في ضرب التنظيم هناك. لكن وزير خارجيته قال إن أرادت روسيا التصدي لداعش لا يمكنها أن تدعم الأسد، معتبرا أن دعم روسيا للرئيس السوري سيدفع بالمعارضة السورية إلى الانضمام لتنظيم داعش. التدخل العسكري الروسي والذي من المتوقع أن يتم تكثيفه جويا وفق ما صرحت موسكو شكل جرعة دعم وإنعاش للأسد، الذي حذر من أن فشل التحالف بين سوريا وروسيا وإيران والعراق سيكون مدمرا لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا التحالف متحد في مكافحة الإرهاب وسينجح بذلك على عكس التحالف الدولي الذي اعتبره مساهما في تصاعد العنف. في تطورات الأوضاع على الجبهة اليمنية، وصلت القوات المشتركة تقدمها غرب مأرب، في حين شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على مواقع المتمردين في تعز. نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح وجه إنذارا للحوثيين وحلفائهم، لفتهم فيه إلى أنه لم تعد أمامهم أي فرصة للمغامرات السياسية والعسكرية. في العراق أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد قتلى التفجيرين الانتحاريين في مدينة القاظمية شمال العاصمة بغداد إلى 25 قتيلا و62 جريحا. ومن جهة ثانية رحبت رئاسة منطقة كردستان العراقية بأي مساعدة روسية في الحرب على داعش. ومزيد من الأخبار الدولية في هذا التقرير.
يدلي الناخبون في كيرغستان بأصواتهم في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تسفر عن حصول أحزاب مؤيدة لروسيا على تفويض جديد للحكم لمدة 5 سنوات، وزاد قرب كيرغستان التي تقطنها أغلبية مسلمة من روسيا وابتعادها عن الغرب في السنوات الأخيرة. عززت بنغلاديش إجراءات الأمن حول الدبلوماسيين والرعاية الأجانب بعد مقتل أجنبيين في غضون أسبوع في هجومين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما، وتوعد التنظيم عبر تويتر بشأن مزيد من الهجمات في بنغلاديش ضد رعاية دول التحالف الصليبي بحسب بيان لداعش. تضاءلت الأمال في العثور على ناجين بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في غواتيمالا وخلف 86 قتيلا، على الرغم أن أقارب الضحايا يفتشون في الأنقاض بحثا عن جثث ذويهم، إذ لا يزال هناك مئات من المفقودين بعد أن سقطت أطنان من التراب والأشجار نتيجة هطول أمطار غزيرة في بلدة سانتا كاترينا بينولا. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالة طوارئ في ولاية ساوث كارولينا بعد عواصف عاتية سببت فيضانات على نطاق واسع، وأمر أوباما بدعم اتحادي إضافي للولاية ولفرق الاستجابة المحلية، وفوض وكالات اتحادية لتنسيق جهود الإغاثة من الكوارث. انطلقت من باريس مجموعة جيفيان ويستفود لربيع صيف 2016 في كرنفال على طريقة أهل البندقية، ولم يغب المهرج عن الكرنفال ولكنه حضر بطريقة أخرى، إن كان من ناحية الألوان، التصاميم الكاريكاتورية والذكور الذين عرضوا ملابس نسائية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. هبة وأنا نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.